أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. تحصيل دراسي من تأطير الأستاذ الفاضل مأمون حسين، وهو رئيس أكاديمية دراسات الإنسانية والمجتمع المدني. Between looking into their eyes, I read a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realized that this media we call social is anything but. When we open our computers and it's our doors we shut. الشيء الذي يجعل تتوصل هذه الفضائح والفيديوهات الملايين المشاهدة محاضرة علمية. كان نشاط في المستوى، خصوصا التفاعل ديال التلامذ وايضا حسن التنظيم. كنعتبر هذه الندوة ندوة تحسيسية، كانوا محتاجين لها التلامذ، لانه كاين واحد النوع من الرغبة يعرفوا الجديد، وفي نفس الوقت كاين واحد النوع من قد نقولوا واقع اللي خصنا نغيروه، اللي مرتبط بالادمان على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل عام التكنولوجيا الحديثة واستعمالها العقلاني، واللي صراحة جمعية البسلم خدات هذا المشعل اللي مشكور عليه في إطار المبادرة ديال المجتمع المدني. وما المؤسسة بأساتذتها وإدارتها إلا تسخير رباني لكم. هذه المؤسسة مفتوحة لكم، تدخلوا لصلح فئة عريضة من الشباب محروم من هذه النعمة اللي أنتم الحمد لله أنتم دخلتوها. ايضا جمعيات شكر لجريده اشواق على التغطيه لهذا النشاط داخل مؤسسه عبد الكريم الخطابي. النشاط الحمد لله في الدقائق الاخيره نشاط ناجح بامتياز، تجاوب كبير من طرف التلاميذ، والعرض كان هائل بحيث حرك التلاميذ بجميع شرائحهم. والحمد لله الموضوع جد حساس، لان موضوع الساعه والادمان على الانترنت وتاثيرها على المستوى الدراسي على هذه والاخطاء كثيره اللي تتربص لكم. لهذا كان يعني قرار ديال جمعيه الرسام ان تهتم بموضوع الساعه وازمه الساعه واتلاف شبابنا. نوفل بن جاوي تلميذ في مؤسسه عبد الكريم الخطابي، وغنقدم واحد بحال هاد الندوه. بغيت نقول كلمه في حق هاد الندوه، حيت هاد الندوه جات في وقتها، وجات في وقتها يعني بتطور تكنولوجي، حيت التطور التكنولوجي هو واحد التطور اللي دابا غادي وكيوصل للعالميه، ودابا يقدر يسيطر على العالم، حيت حنا اللي صنعناه بيدينا ودابا بغى يسيطر عليه.